موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل أعضائه، وكان الرئيس قد وضع إكليلين من الزهور على قبري الزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة. كما قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر. بعث رئيس الوزراء شريف إسماعيل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وعبر عن تقديره لجهود الرئيس وتوجيهاته المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متمنيا أن يوفقه الله لما فيه خير مصر وشعبها العظيم. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على قانون نقابة الفلاحين، وقرر إحالته لمجلس الدولة. وأوضح وزير الزراعة عبد المنعم البنا في مؤتمر صحفي إن الفلاح وحمايته الاجتماعية على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن النقابة ستوفر للفلاح تأمين صحي ومعاش. من ناحيته قال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان إن هناك مجموعة من مشروعات القوانين تم إحالتها للبرلمان، وفي مقدمتها قوانين الإدارة المحلية وتنظيمات نقابية بجانب مشروع قانون التأمين الصحي الشامل. شارك البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مراسم مباركة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. يذكر أن البابا فرانسيس بارك أيقونة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر لاعتمادها ضمن رحلات الحج المسيحية، وذلك خلال القداس الذي يترأسه بحضور وزير السياحة يحيى راشد. وتعتبر مباركة البابا بمثابة دعوة للحجاج الكاثوليك حول العالم لأداء شعائرهم الدينية في مصر يناير 2018. نهاية موجز الأنباء، مستمرون معكم على رأس كل ساعة.